المكتب، المكتب اللي بقينا فيه سبعاد الناس، كاين سبعاد الناس دابا في المكتب، المكتب سبعاد الناس اخرين كلهم مشاو يشتغلوا بحالهم، سمحوا فينا وخلاونا سبعاد الناس اللي بينا حنايا دابا هنا اربعه، ثلاثه الناس كنوبوا عليهم، ثلاثه الناس كنوبوا عليهم راهم بعاد بعاد، ثلاثه بهم راهم في مهمه الصفر ديالهم. نبداو في الموضوع مباشره، انتم دابا انتم متهمين بانكم صبتوا على الخدامه وصبتوا على الابرياء وصبتوا على اليتامى يعني وخليتوا لهم فلوسهم، كاين اللي تيقول لك انكم انتم كاين اللي يعني اما خليتوا لهم فلوسهم باش الحق يتقال او كنتوا يعني ساذجين لدرجه انهم استطاعوا ان يمرروا عليكم اتفاقيه اللي عدمت نظرهم المستخدمين ديال سيتي باص. شنو الرد ديالكم على العمليه ديال النصب؟ شكون ياخذ الكلمه؟ اللي ياخذ الكلمه عطينا اسم الصفه قبل ما يبدا. اسم الحميه اللي عقد عبد العال الكاتب العام ديال العمال سيتي باص. نعم. اولا انا اللي في قفص الاتهام، وهاد الناس هادو تيقول لك بان احنا نصبنا عليهم، احنا الله شاهد علينا احنا ما نصبنا على حد، واللي درنا هو ان تاخذينا هاد الشيء تستشرنا مع كل شيء، مشينا تقينا جميع الابواب وشدينا العمال واستشرنا معاهم. كانت واحد اللجنه تتبع كانت كاينه كانت حاضره معاكم في جميع المراحل، حاضره معنا ومندير منهم الوزاني. نقطه اللي مهمه، واش الوثيقه اللي تم الامضاء عليها واش فعلا تم الاستقراء ديالها من طرف جميع المستخدمين والاطلاع عليهم قبل التوقيع؟ واش هذا سيدي وتقرات عليهم واحد بواحد وجمعهم سيد الباشا الله يجازيه بخير وكنشكروه من هذا المنبر، سي حسن مجديله، سي حسن مجديله وكنشكروه من هذا المنبر وكنشكروه مفتش الشغل. يعني تقرات عليهم علانيه تقرات عليهم، والسي مجديله قال لهم بان حقكم مازال غتاخذوه، وهاد الشيء راهم كلهم سمعوا هاد الهضره، هادي كلهم سمعوا هاد الهضره. اذا انت منين تسمع هاد اللائحه وشتيها بعينيك وقريتيها بعينيك، شنو بقى الدور ديالنا حنايا اللي تيقول لك ان احنا جريناهم كاين الخلفان؟ راه اللي جرينا ديك الخلفان هي النهار فاش جات السلطه وحيدتنا من قلب المؤسسه ديالنا العمل، ولقينا غير الاتحاد المغربي اللي الله يجازيهم بخير، هادوك الناس اللي هما من الخير ديالهم ما يتصدش باي حاجه. في الخمسه ونص ديال الصباح استاذ، في الخمسه ونص ديال الصباح الشتا كطيح وحنا مطرودين خارجين كما سما، ولا حنا خرجنا كين كباش، شيلو كانوا هاد الناس هادو اللي هما دابا حاضرين وتيقول لك ان خرجونا كين كباش، كنا حاضرين داك الصباح الساعة اللي جاو خرجتنا السلطة، والله ما يخرجها شي واحد من داك المقر العمل، ولكن خرجونا كاين كباش حقيقة، ولكن ما بقينا غير الاتحاد المغربي للشغل الله يجازيهم بخير. هكا باش الناس كترد الخير، هكا الناس باش كترد الخير، هذا هو الخير اللي دارت فينا الاتحاد المغربي للشغل، كان جازيوها به بتهام مرفقة. هما تيتهموش الاتحاد المغربي للشغل، هما تيتهموا المكتب. لا ولكن في العنوان، لا في العنوان تيقول لك لان المكتب تينتسب لك فخص الاتحاد المغربي يخطيكم حق يعني يخطيكم قواعد جذريه. انا تيقول لك هما ما تيقولش هو الاتحاد المغربي، الاتحاد المغربي شنو تيقول لك؟ راهم تما بالعكس هما تيناشدوا الكاتب العام الامين العام باش انه يدخل لي الانصاف ديالهم. نعم، راه واحد السيد راه وجه الاتهام لجوج الاشخاص من الاتحاد الجهوي، راه وجه الاتهام واحد جوج الناس من الاتحاد الجهوي. نعم، اش حنا تنقدروا على هذا؟ كما كانش وجه الاتهام حنا ما غادي نقولوا شي هضره. في نظرك اتعاب ديال المحامي واش هي اتعاب معقوله؟ هذيك ماشي، حنا ما كندخلوش في المسائل القانونيه استاذ. هذاك هذاك محامي وهو اللي عارف. في نظرك واش المحامي كان خصو ياخذ المعركه داخل المحكمه او داخل المحاضر ديال الصح ما بين جوج ديال المؤسسات او ثلاث المؤسسات؟ الشيء اللي انا سيدي في هذه المساله هو انه المحامي خصو يلبس البدل ديالو ويدخل المحكمه، ماشي شي ماشي. حنا كنا معاهم في القضاء. السيد السوداء شنو باغي ياخذ؟ السيد السوداء غيتسوق. اسم الصفه قبل ما تبدا. السيد السوداء رشيد. نعم، سمسم نائب كاتب العام.
بالنسبه لهذا السؤال هذا السيد بعد حنا اول حاجه نشكركم جميعا لانكم جيتوا باش تصدوا جيتوا باش توضحوا وكنشكرك انت اللي تبع هذه القضيه عن جداره واستحقاق ان شاء الله يجزيكم بخير اللهم امين شريف الله يجزيكم بخير حنا هذه القضيه هذا السؤال اللي طرحتي دابا ديال قضيه المحامي المحامي حنا ناقشت تكلمنا على الله وجنا ودرنا المحامي راه كندير معنا ب 20% المحامي باش يقبض في هذاك 12% هكذاك راه مع شحال من جلسه جلس معنا شحال من جلسه حضر في المحكمه وشحال من اجتماع اجتمع في جميع الاجتماعات كان كيحضر لا هنا لا في الرباط شحال من اعتقالات تعتقلوا الاخوان هنا في فاس وتعتقلوا الاخوان في الرباط ورحل من فاس حتى للرباط كان عندكم محامي واحد عندنا محامي واحد كانوا غادي يكونوا جوج ديال المحاميين واو سي اكعبون اكعبون حرمه ولكن حرمه ما تمش ما بقاش بقى الا سي عبد الله سي اكعبون وسي عبد الله جلس معنا اكثر من 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 من, من 30 جلسه في المحاضر كلها كان حاضر لا في الولايه لا في الداخليه لا في لا في, 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 في جميع لا في البشويه لا في هو حضر معنا في جميع الدفاعات ديال الاخوان اللي كيتعتقلوا كلهم كانوا تعتقلوا كان ما كاينش اللي ما تعتقلش فينا حنا في المكتب انا تعتقلت في الرباط طلع مور انا حتى من الرباط تعتقلوا لنا جوج خطرات الخطره الاولى والخطره الثانيه في الرباط اذا نظرك انها تعمد استحقها انا ما نقدرش نحكم على بان هذيك الاتعاب واش 12% مستحقه ولا ما تستحقهاش انا ما نقدرش نحكم على هذه القضيه هذه فهمتي انا لان حنا النهار الاول فاش خدينا معاه 24% هذا اللي كان هذا الواقع ولكن ملي شفنا القضيه كان فيها صرح مع سيتي باس بان غادي يعطيونا ذاك البركه ريتامه داخليه تكملنا طرف الباقي هنا الكومبليمون ديالنا وتجيب لنا المشكل ديال الادماج العمل هنا كتبقى بقينا كنطلبوه سي المحامي كنطلبوه باش يطيح لنا من 20% وصلنا له حتى ل 12% بالرغبه والمزاوده والتدخلات ومعلنات من اللجنه حاضره ما قلتناش حنا وقلتنا على داك الشيء هكذا ما قلتناش درنا هذا الشيء وبالنسبه للاخوان اللي كيقول لك اودي الاخوان حنا هاد الناس ما عرفناهمش كي داروا وقفونا الله اكبر الشريف اش كتقول اسيدي حنا وقفنا على حقنا ما قلتناش وقفنا بداك السيد كيقول لك حنا ما عرفناش علاش وقفنا هي جا وقفنا وقف بداك الاخوان اللي كيقولوا اودي ما حنا ما قريناش داك الورقه والله سيدي باشا الله يجزي بخير دخلهم كلهم للقاعه الكبيره تما تقول كلهم يعني 300 تقول كلهم يعني 300 بهم وكثر 300 ولا اقل من 300 الله اعلم فهمتي ولكن القاعه كانت غاصه عامره وقراو وكاين كيقول لك دخلونا بالليل هي درنا روحنا الخناشي على راسهم ودخلناهم حنا نسنيو بصحه لا علاش هذوك الناس اللي ما سنيوش مالهم مازال متابعين المحكمه ديالهم حنا ما درنا السيف على حتى شي واحد حنا الله يسهل على كل واحد حنا هذا الشيء هذا لان شكون اللي السبب باش تدينا حنا الفلوس راه القاعده راه القاعده هي السبب ديال هذا الشيء لان حنا كنا وصلنا للطوب القاعده وصلت للطوب الحاله الهستيريه لانه كان زدنا شي شويه وكان وقع مشكل هنا في المدينه لانه اللي طلق ها اللي ماتت له وليداتو ها اللي ماتت له المراه ها اللي متبوع بالدار بالكريدي ها اللي متبوع بكذا ها اللي قرا ولادو من القرايه السيده توفات حيدت البزوله ديالها الله يرحمها مرات السي بوشتا الله يجازيه بخير لحد الساعه راه خدام في طنجه وكاينين الناس في القاعده عندنا لحد الساعه مازالين متشبتين بالمكتب مازالين متشبتين بالحق ديالهم وغادي يشدوه واش هاد الناس مدفوعين اذا كانوا هاد الناس مدفوعين من شي طرف ما تقول انهم غيشدوا صافي هو تقول ان الداخليه موجوده في حدود الساعه بطبيعه الحال الداخليه حنا عندنا اليقين في الله عندنا يقيننا في الله كنطلبوا اليقيننا في الله ويقيننا في الامانه في المنظمه ديالنا لان المنظمه ماشي شي منظمه صغيره شريف اللي كنتهموها حنا القاعده كتهمها بواحد كتبقى تخرج شي هضره النهار الاول فاش جلسنا حنا باش قلنا لهم او دي جاو الاخوان من كازا وقال لهم او ديال الاخوان هاش كاين هاش كاين هاش كاين القاعده تغفلات شي باغي يشد هذوك السيد هما تيقولوا انكم نتوما قال لكم الامين العام قال لكم فقط
انك يعني شاوروهم وعشوفوا لكن غير يعطيكم هادشي كبدايه. نتوما قال لك نتوما اللي رغبتوا نتوما اللي يعني في الطريق الحوار كان اخر ورساله اخرى تم ابلاغها يعني كبحال هي هناك خيانه الامين العام ديال الاتحاد المغربي للشرطه. نعم سي خالد منصف. نعم سي خالد مستشار في المكتب. مرحبا بك سي خالد. عاش الاتحاد المغربي للشرطه. هذا السؤال اللي قلت السي القالي حنا طلعنا لجنه ثلاثه ديال الناس من اللجنه وانا السيد الكاتب العام طلعنا استشرنا مع الامانه استشرنا في الاول مع الامانه بان جد امانه جاوبونا هذا الشيء اللي كان يعطيو لكم كتصبيط كتصبيط. حنا ملي جينا لهنا باش نعرف واحد القضيه شتي شكون اللي منهم هذا الشيء كله 26 ديال الناس عندنا راهم مقيدين راهم معروفين في الاتحاد المغربي للشغل شكون هما هاد 26 الناس راهم معروفين انهم داك الناس اللي هضروا وناس اللي كانوا وراءهم وكيدفعوهم حنا كنعرفوا هاد الناس الجهه اللي دافعاهم فهمتيني بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا السي البقالي شكون هي الجهه اللي دافعاهم جهه راه معروفه وراهم كانوا عايشين هذوك اللي كيهضروا انهم سقناهم حنا كي الكباش راهم كانوا عايشين 23 سنه 23 سنه هما كي الكباش وراهم مازالين الكباش دابا اللي راهم خدامين راهم مازالين الكباش اللي ولاو صاقوهم. حنا علاش وقفنا السي البقالي وقفنا على الحقوق ديالنا في الصناديق الصناديق اللي وقفنا عليها حنايا هذه هي المهمه فهمتيني الصناديق ديالنا ووقفنا باش نوقفوا لا ريجي كامله ها هذوك الخوانه اللي بقاو دابا ملي ساقوا الخبر دابا ملي وقع ملي بين لهم السيد المدير السابق ملي بين الحقيقه ديالهم ديال داك الناس ملي بين الحقيقه ديال داك الناس ناضوا صاقهم عاوتاني هذاك الكاتب العام ديالهم كيف كباش اللي هما مازالين تما وجابهم وجايين خدامين تيسبوا في المدير السابق هذاك المدير السابق دابا كيقول غير الحقيقه لحقاش وصل الحقيقه كيقول لهم الصناديق هذاك راه استدعاهم هذاك هو دابا داك بس سي فلاح تهضر على سي فلاح على سي فلاح نعم. سي فلاح هذاك راه هو دابا هذاك هو داك الوثائق بين 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 المصفي اللي كيداتور وبين المسائل ديالنا اللي كنسالو حنايا ملي عيط لذاك الناس شنو هذوك كيخلقوا له حتى هو تتعني الناس يعني تتعني سيتي باس الناس اللي كانوا الناس لا انا كنهضر على الناس اللي كانوا مسيرين لا ريجي من الاول مسيرين سيتي باس اللي كانوا مسيرينها وراهم مازالين دابا كيسيروها ناضوا خدامين وجايين علاش ما وقفتوش معنا في الاول تاخذوا حقكم حتى دابا ملي سمعتوا انتوا كتسوقوا الاخبار كتبين تيبينوا هذوك الناس للناس وكيجيو هذوك الناس عطاو لهاد الناس اللي دابا كانوا كيهضروا ذاك النهار السي البقالي هذوك الناس مدفوعين مدفوعين ومعروفين شكون اللي دافعهم وجايين وكيقولوا لهم اش ما بغيتو غير سيروا شتو ذاك الناس. حنا لحد الان الحمد لله 340 الناس راه مازالين مجموعين 26 ديال الناس السي البقالي 26 ديال الناس هما اللي دايرين هادشي ومدفوعين ومعروفين عندنا بالاسماء هذاك اللي صرح السياسي البقالي في الاخير وبقى كيمجد. حنا عندنا شو حنا الايمان ديالنا بالله قوي والايمان ديالنا بالامور ديالنا وبالامانه قوي. حنا السيد الامين العام حنا كنعرفوا شنو الوزن ديالو في البلاد وحنا ما كنستشروش معاه من والو. حنا عندنا المكتب الجهوي ديالنا كنستشروا معاه في اي حاجه وكي هو اللي كيوجهنا وحنا كنتوجهوا بالاوامر ديال الامانه فهمتيني. لا حنا شوف اي حاجه حنا مازال كنسالوها الحمد لله حنا كنسالوها وغادي نوصلوا لها. اذا انت السي خالد تتامل ان هناك ان كومبليمون غيجيكم هناك ان شاء الله فهمتيني بجهد الله وبجهد السيد الامين العام تنظر فوقاش. حنا الله اعلم حنا اسمعني حنايا اللي مكتوب لينا حنا اسنطلي حنايا كون كنا كنعرفوا الوقت ماشي دابا هاد الناس هاد الاحراج على ابعد تقدير الله اعلم علم عند الله
نعم عام عامين اسمع سي القاري احترامتي لكم زعما نعم حنا انتما تيسرعوا على هذا السؤال تيقول لك السي القاري يكون غدا سمعت السي القاري ما حاولتوش تواصلوا مع الامين العام تقول له فوقاش غيكون الكومبليم وفيه فهمت لي لا شوف استشاره السي الامين العام السي القاري يمكن كتعرف السي الامين العام رجل شخصيه كبيره في البلاد عندنا هنايا فهمتيني ماشي شخصية غير وطنية راه شخصية دولية عندك ما كتعرف شنو هي حنايا كيقول لك خليوني نخدم على الكومبليمون ديالكم واللجنة طلعت وناس من القاعدة طلعوا ودرنا لهم لقاء مع السيد الأمين العام ولكن أعتقد أن التصريحات ديالك تتحط الأمين العام في مأزق علاش؟ لأنك الآن كلشي غيتسائل علاش الأمين العام ما خرجش وما قالوش فوقاش وما عطاوناش معلومه لحدود الساعه لا سيد الامين العام ماشي ما عطاناش الوقت ولا سيد الامين العام قال خليوني نخدم اخر فوقاش قال هاد الكلمه هادي فوقاش قال حاضر اسمع لي حاضرين 11 من القاعده 11 حاضرين فوقاش قالها باش نعرفوا الهدف ديالها فوقاش هادي ما كاملاش شهرين وطلعوا معانا حنايا كنكتب طلعت انا والسي عبد العالي هو السيد الكاتب العام طلع معايا وطلعنا تما ورصينا الامور ديالنا كلها فهمتيني السيد الامين العام قال لهم خليوني نخدم كومبليمون ديالكم كاين وهبطوا الاخوان هذوك الناس هبطوا وبشروا الاخوان ولان هاد الناس ملي وقعت الدواء راه وقعت تناوشات وقعت الناس هادو كيهضروا بديك الهضره ديالهم اللي هذاك السيد اللي كيهضر في التالي وتيجي بهاد الهضره وكيتملق حنا كنطالبوا بالسيد الامين العام ولا هذا شي اتحاد المغربي الشغل ما فيهش تملق ما كاينش تملو الاتحاد المغربي الشغل كاين غير العمل وحنا هادشي كله حنايا ماشي كنطالبو غير بحقنا هاد الناس اللي كيقول لك قصيناهم من المكتب ولا مشاو ولا دابا وما قصاو راسهم مشاو خدمو عندنا جوج راه مراد وعندنا الاخرين اللي بقاو راه مشاو يخدمو قصيناهوش كيفاش حنا كنقصيو حنا شي نقصيك انا ملي غتجي تحضر معايا نخصيك الا جا شي واحد يجي تبقى عليه بشي اجتماع يقولها الاتهامات ديال الشباط اللي وجهها لكم قال لكم شديتو 20 مليون لواحد ديك حمله شوف هذيك وقت الحمله الانتخابيه وكانت حمله اسمعني وكانت حمله انتخابيه قبل الاوان كانت حمله انتخابيه هذا السيد السوداء باغي يهضر السيد السوداء هو يكمل السيد القاري هذا القليل اللي قلتي غريبه غنخليو امي اللي تيهم له هو الملك ديالنا لا اساس لها من الصحه لا اساس هذاك بغى يربح ليها الانتخابات الجماعيه اللي كانت دازت بغى يكسب المدينه بغى يكسب السكان ديال مدينه فاس بان الاخوان راه حنا هذوك الناس راه باعوا الماتش وراهم عطاوهم 20 مليون وإلا بعنا الماتش راجع هو اللي شرا من عندنا إلا هو اللي باع وشرا معنا وهذا هو الواقع وواقع البطلة راه ما ماشي هدرة هذه يا صاحبي راه هذا كان ديك الساعة الحملة الانتخابية راه كان باغي يسمع الأمور في المدينة كي كانت راه كان باغي يربح الرهان ديال الانتخابات الجماعية ولله الحمد ما كاينش شيء دابا كيلاعب انتخابات البرلمانية العام 2016 راه يقدر يقول تاع اللي بغى هذاك حر ولكن حنا كحنا شخصية حنا كمكتب حنا ما كنديروش السياسة حنا ما كنديروش السياسة حنا كنديرو العمل النقابي حنا ما عمرنا كنديرو السياسة هو اللي كنطلبو حنا كنطلبو غير حنا تيهمنا وشكون السبب ديال هذا الشيء هذا شكون سبب ديال هذا الشيء وما نبقاش نسيب نتسلف وانت راه في راسك كلشي تسلف الله يزيدك بخير باش ما تحرجنيش نرجعو لك التصريح الاول ديالك السيد اللي تيقول لك انا عندي غير عامين عندي 31 عام وشدي 2 مليون 31 عام الله يجزيك بخير السيد هذا 31 عام غادي نسول هذا السيد هذا غادي تقول له 31 عام فوقاش عندك لا روتريت ديالك خرج وقف معنا نهار 13/5 لا روتريت ديالو كان نهار 1/7/2013 عطلو 15 اليوم وخرج لابوطريت وقف معنا 13 اليوم ولا 15 اليوم خدا فيها جد المليون الله يجزيك بخير هادشي هو اللي كان المعاون الاحمق يكون نص نص بحال وداك الشيء حنا دابا تنبغيو انكم تنورونا شوف هذا واحد سيقول لك واحد خدام عام ونص ولا عامين حنا 3 مليون ولا جد مليون و200 ما عرفتش ياك انا شخصيا
خدام 21 سنة وجيت 4,200,000 راني وليت عليه. لا لا هادشي هذا الواقع، هادشي اللي كاين، ولكن حنا مازالين تابعين حقنا، مازالين كنطالبوا بحقنا. حنا ما نزلناش من سميتو، ما درنا التقسيم، ما حضرنا التقسيم. هذا يمكن، هذا انا غادي بصراحه، هذا انا غادي نقول درنا غلط. حنا كنكتب لانه الساعه فاش قالوا ما جلسناش على داك التقسيم، قلنا لهم لا هذا عطيوه القد وهذا عطيوه القد. لا حنا كندخلنا في هذا المعنى هادي، كان ولات مشكله كثر من هادي، كان خلقنا مشكله اخرى اكثر من هادشي هذا. السيد الطالب وهذاك السيد اللي كيدوي كيقول لك بغينا السيد الامين العام يدير معنا وجلس ويعطينا، قلنا شكون هو موقفه هو بعدا كاع في هذا المكان؟ شحال ضاري؟ ضار 6 شهور 7 شهور ساني كونترا ديال يقول لي جبدنا الكونترا، جبدنا شي ورقه ديال الوكاله النقل الحضاري المستقل للنقل الحضاري. ما نبقاوش ندويو، ما نبقاوش نهضروا بزاف ونضخموا الامور هي ما فيها والو، ما كاين حتى شي حاجه تشري. الله يجزيكم بخير، نكونوا منطقيين شي شويه، الا غادي نهضر نقول شي حاجه صحيحه. اذا شنو هي رسالتك الان للقاعده؟ رسالتي انا للقاعده، الا كان شي بحال السيد عيط ليا قال لي ونجمعوا الشمل، كيفاش غادي ندير انا نجمع الشمل انا مع هاد الناس؟ واش انا غادي نجمع الشمل وملي كنعود نجمع الشمل كيوقع الشناق؟ اذا شنو هي الرساله ديالك؟ شنو هي الرساله ديالك؟ بحال شنو هي الرساله ديالكم؟ نعم شنو هي الرساله ديالك السي خالد؟ حنا سي بقالي باش عطات الطابور الله يخليك. احنا مع القاعدة. لا يا اسمعني، ما طفينا تليفونات. اسمع، ما هربنا. احنا كنجلسوا مع الاخوان. احنا ما كنجلسوا في كل خند. الناس فين ما عيطوا لنا تنجلسوا مع الاخوان. ما عندنا حتى شي مشكل حنايا. هاد الناس اللي مدفوعين هما اللي منوضين هاد الفتنة. فهمتيني؟ وبغاو هاد الشيء توليني الحمد لله ربي ما كملش عليهم. مع الاخوان شوف. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إحنا السنطلي، إحنا السير بقالي، الزمان كشاف. نعم. هذا هو المهم عندنا، كل شيء من هذا الشيء كله. نعم شكرا جزيلا. كنشكرك السير بقالي على هذا الإنسان اللي درتو. مرحبا. مرحبا. واللي كنطلب أنا من القاعدة. القاعدة مازالين إحنا بحال البارح بحال اليوم. وإحنا رحنا مازالين خوت ومازالين يد وحدة. اللي كنصحكم به ما تكونش عندكم، ما تكونوش بودينا. بقاو تسمع، قال له كيقول في واحد المثال، ديري اللي يبكيك ماشي اللي يضحكك ويضحك عليك. حنا راه مازالين خوت ومازالين على العهد، وعبد العالي اللي تتعرفوه البارح كتعرفوه اليوم، ومازال شغادي نقول لكم شنو نكتب النقابي. اقسم لكم بالله وكنت شفت فيه درت خيانه، يا حتى نقول والله شهاده ليا. مازالين هاد الناس اللي مشى يخدم راه ما بقاش ما يوكل ولادو، راه توقف، راه اخر وحدين مشاو يخدموا وهو المكتب النقابي، اخر وحدين. واللي غنوجه واحد الرساله، كنعتذروا فيها هذاك المكتب الجهاوي وعلى الراس ديالهم السي مخاريق الحاج الراشدي، هو اللي كنقولوا له اسمح لنا الله يجازيك بخير على هذه الفوات اللي تدخل من القاعده، الله يجازيك بخير. سبحان الله يجزيكم بخير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كلمة الإخوان ديالنا في القاعدة، شراء المكتب راه مازال بحال البارح بحال اليوم، والإخوان ديالنا اللي احنا كنا معاهم البارح راه بحال البارح مازال يد وحده إن شاء الله الرحمن الرحيم، وكنتمناو على الله ما نتشتوش.